بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، مساكم الله بالخير. رحب فيكم في برنامج الأمن الإذاعي. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج الأمن. تقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون شيخ الزيان. تقبلوا تحياتي النقيب جاسم عيد آدم، ومن الإعداد مريم محمد، ومن إعداد التقارير مروى عبد الجواد، من النقل المباشر نائب عريف عبد الرحمن الخدري وأزير مختار. تقبلوا تحيات المخرج منفذ مساعد ملازم ثاني عبد الرحمن البطي. برنامج الأمن من إخراج الملازم مروى حمد المعرج. أعزائي المستمعين، موضوع الحلقة اليوم راح نتكلم فيه عن السلوكيات المرورية الخاطئة. ومن أبرز تغريدات الوزارة، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الجنسية والجوازات والإقامة يكرم مجموعة من الموظفين. دردشة الخميس راح ندردش فيها معاكم عن الاعتدال في تأديب الأبناء. وفي شرطة البحرين ولاء وتضحية، نواصل إلقاء الضوء على تاريخ شرطة البحرين. ومثل ما عودناكم كل أسبوع، ننتقل إلى غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية وغرفة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور للتعرف على آخر التطورات الأمنية. في مسابقتنا الأسبوعية نذكركم من الآن يتم استقبال اتصالاتكم للمشاركة في مسابقة هذا الأسبوع على هاتف البرنامج 1-7-6-8-4-8-8-8. جوائز نقدية بانتظار الفائزين، ومن الضروري أن المشاركين في المسابقة يستمعون لحلقة اليوم، لأن محاور المسابقة راح تكون عن حلقة هذا الأسبوع. تغريدات الوزارة. تغريدات الوزارة. تغريدات الوزارة. أعزائي المستمعين، وفي أول تغريدة، تقديرا لجهودهم المتميزة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة يكرم مجموعة من الموظفين. وخلال المجلس الأسبوعي، سمو محافظ الجنوبية يؤكد على مواصلة الارتقاء بالبنى التحتية والمرافق الخدمية تلبية لتطلعات المواطنين. وصول وفد وزارة الداخلية إلى دولة الإمارات للمشاركة في التمرين التعبوي أمن الخليج العربي 2 ضمن برنامج المنامة مدينة صحية، وبحضور خبراء الصحة العالمية، اعتماد نادي ضباط الأمن العام كأول مؤسسة حكومية معززة للصحة. وفي يوم البحرين الرياضي، الجوازات تستقبل المراجعين حتى الثانية ظهرا. وفي آخر تغريدة لهذا الأسبوع، مدير عام شرطة الشمالية يبحث التعاون والتنسيق مع مركز نصف الطريق لتأهيل المدمنين. دردشة الخميس. طبعا في دردشتنا هذا الأسبوع راح نتكلم عن موضوع الاعتدال في تأديب الأبناء. مثل ما نعرف، يعني الأبناء يحتاجون لمهارة حقيقة، لما يتمتعون فيه من ذكاء، يعني في موضوع تمردهم مثل ما نقول. لكن اللي احنا بدنا نوصله ان لا للضرب، لا للتعنيف اللفظي، لا للتهديد. هذه الثلاث لاءات لازم تكون موجودة في ذهن أي أم وأي أبو. احنا نعرف ان الأبناء طبعا يمرون في مراحلهم العمرية بتمرد، فترات غضب. الطفل من بعد عمر الثانية يعني يحب أنه هو يعاند ويبرز شخصيته، مثلا يحب يلبس اللون المعين، يختار أشياء بنفسه. ولكن طبعا كل هذه الأمور تحتاج
يعني تروي. يمكن احنا في يومنا نشوف ممكن اب يشد ابنه ولا يصرخ عليه، يعني احنا مثل ما نقول احنا طاقه ممكن انهم يستفزوننا بطريقه او باخرى، لكن ابدا ما نستخدم معاهم لا الضرب ولا التعنيف اللفظي بالكلمات ولا نهددهم بطريقه مؤلمه. يعني استمعت لاحد الاطباء من كم يوم يتكلم، لو تعرفون الضرب شلون يأثر على مخ الأطفال وشلون يأثر على الذاكرة وعلى شيء مخصص للتعليم، شلون يحول الضرب الطفل إلى أما شخص منطوي أو إلى شخص عدواني في المستقبل. أيضا الضرب على الوجه مثل ما نعرف يعتبر إهانة للشخص مهما بلغ من عمره. أنا يعني شيخة مثل ما ذكرتي الضرب، يعني في بعض الأولياء الأمور يعتمد الضرب ويعتبر الضرب أنه هو وسيلة للتأديب، لكن هو يعني أكيد ما بيكون وسيلة للتأديب خلينا نقول ناجحة. لكن هناك وسائل أخرى، منها الثواب والعقاب، منها الحرمان من بعض الأمور اللي ممكن الأبناء يحبونها، منها مثلا تقليل من المصروف، منها بالإضافة إلى ذلك منها ممكن والله يعني أنا اليوم موعدك في طلعة اليوم ما بنطلع، وحرمك مثلا من مشاهدة مسلسل كرتوني أو اللعب في وقت معين. هذه كلها مع ضرورة أن ولي الأمر يقعد مع ابنه أو بنته ويفهمهم الغلط اللي سووه شنو، لأن ساعات الطفل ما يعرف أنا ليش يعني تمت معاقبتي أو ليش انضربت. يعني أنا قاعد أشوف اللي سويته، أنا مثلا الطفل يقول أنا والله أشوف اللي سويته، أنا يعني هو في مخه الباطن يحس أن اللي سواه ما سوى شيء غلط، لأنه يشوف باقي الأطفال ما يقدر يقدر حسب عمره الخطأ اللي قام فيه. صحيح. يمكن، ولكن يعني إحنا لازم نأكد أن الضرب دائما يأتي بنتائج عكسية على المدى البعيد، يسبب حالات نفسية أيضا صعبة. في حلول بسيطة ممكن أن إحنا نعتذر لأبنائنا عن موضوع الضرب، وأعتقد أن الاعتذار سلوك حضاري أيا من كان موقعك أو عمرك، ونتفق أن إحنا نحط قواعد فيما بيننا. صحيح. أن الضرب ممنوع. بالإضافة إلى أن الضرب ممنوع، الحوافز والمكافآت. نعم. مثل ما ذكرتي خلينا نقول لازم يكون هناك عند الأب حسم. صحيح. بدون تعنيف لفظي. نعم. أو جسدي، يعني يكرر على الابن أو الولد، تكون في نبرة صوت معينة أو نظرة معينة، هاي اللي كلنا مرينا في ذي النظرة يفهم من خلالها الأبناء أن السلوك اللي يسوونه هو سلوك خاطئ. يعني ما توقع في واحد منا يعني تشوف نظرة ولي الأمر سواء الوالدة والوالد وما فهم شو المقصود منه. يعني قاعد مكانك أو لا تتحرك أو لا تروح للمكان. يعني موضوع النوتي تشير أو تخصيص كرسي بأن الطفل يعرف أنه أخطأ، يعني كفاية أن احنا نقيد حريته ما يتحرك لثواني معينة. هذه بروحها ومبرر له ترى احنا نسوي هذه السوق، لكن احنا لازلنا نحبك، ولأننا نحبك دائما نكرر موضوع العواطف والمشاعر مع الأبناء علشان نأكد لهم معلومة أن احنا نحبكم ونبي لكم الأفضل، علشان كذي المفروض أن ما تكرر هذا السلوك. كانت هذه دردشتنا. طبعا تأديب الأطفال يحتاج لصبر حتى يستجيب الطفل. التأديب من غير عصبية مهارة المفروض الآباء والأمهات يتعلمون عليها لفترة حتى يتم يعني بناء جيل غير عنيف وغير منطوي وقادر أنه هو يمشي أمور الحياتية بدون أي مشاكل تواجهه في الحياة. شرطة البحرين 100 عام من الولاء والتضحية.
المستمعين اليوم في يعني في حلقتنا اللي نتكلم عنها عن شرطة البحرين. شرطة البحرين ولاء وتضحية. مثل ما عودناكم في الحلقة السابقة ان احنا يعني تكلمنا في سر تاريخي لشرطة البحرين وما مرت به من مراحل مهمة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن تأسيس الشرطة في عام 1919، تأسيس بلدية المنامة في نفس العام اللي كانت بمثابة حكومة البحرين وتشرف على الشرطة في ذاك الوقت. أيضا تحدثنا عن قانون البوليس الصادر من بلدية المنامة في عام 1920 وما يتضمنه من مواد. نعم، كانت لنا أيضا وقفة مع النواطير ودورهم في أيضا والفداوية، تكلمنا عنهم عن الحراس الليلية وغيرها. اليوم لازلنا مستمرين طبعا في سرد تاريخي لشرطة البحرين وما مرت به من مراحل مهمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تطوير وتحديث في مختلف القطاعات. طبعا تأسست الشرطة في عام 1919، وتأسست طبعا بلدية المنامة في ذلك الوقت اللي كانت بمثابة حكومة البحرين وتشرف على الشرطة. تكلمنا أيضا عن قانون البوليس الصادر من بلدية المنامة في عام 1920 وما يتضمنه من بعض المواد. اليوم راح نتكلم عن مهام الشرطة المتمثلة في حفظ الأمن بالبلاد وأيضا عن لباسهم. لباس الشرطة في ذاك الوقت أعزائي المستمعين، مثل ما ذكرنا احنا يعني يمكن قبل أن أذكر لباس الشرطة ذكرنا من قبل لباس الفداوية، لكن لباس الشرطة في ذاك الوقت كان يتمثل في كونهم يرتدون قميص خاكي اللون، خاكي يعني اللي هو مقارب للبني، مع بنطال قصير اللي هو احنا نسميه اليوم شورت، بالإضافة إلى حزام جلدي بني اللون. أيضا يعتمرون على رأسهم شيء مميز يمكن الناس ما كانت تعرف ذي الشيء، الغترة الحمراء والعقال طبعا، وكانوا ينتعلون الصندل أو الجبلية، أيضا يحملون البنادق ويلفون ساقهم أعزائنا المستمعين بنوع من أنواع اللفافة. هذه اللفافة كانت يعني اللي بيشوفها في الصور يظن أن هي أقرب ما تكون إلى خلنا نسمي احنا الجورب الطويل او الادلاغ نسمي الطويل، لكن هذه اللفافه كان صوفية، لها لفافه صوفيه. نعم. كان لها ميزه ان هي لانها صوفيه كانت، وهم كانوا يلبسون شورتات او اللي نسميه البنطال القصير كانت تقيهم البرد، فكانت لما يلفونها كانت وايد تدفيهم وكانت تساعدهم على هذا الشيء. طبعا هذه بما يتعلق باللباس، لكن المهام المتعلقة في شرطة البحرين في ذاك الوقت أبان التأسيس كانت يعني مهام عديدة وأهمها كان حفظ الأمن. استمرت الشرطة طبعا في العمل سعيا للحفاظ على أمن البحرين، ولم يقتصر العمل على حفظ الأمن فقط. الشرطة كان لها دور في مراسم الحاكم في ذلك الوقت، من استقبال وتفتيش واستقبال للضيوف من كبار زوار البلاد. طبعا الشرطة كانت يعني مثل ما نقول عندها دوريات راجلة، فكانت تجوب الشوارع ليلا ونهارا في دوريات راجلة، وكانت تقوم بحراسة الأسواق التجارية وأيضا المرافق البحرية اللي كانت في ذاك الوقت عبارة عن الفرضة. كانت لهم أيضا أدوار في تنفيذ الأحكام اللي يصدرها القضاء آنذاك. طبعا تنفيذ الأحكام يتمثل في عمليات مثلا خلينا نقول استدعاء الأشخاص لما يطلبهم القاضي، بالإضافة إلى أخذهم إلى مكان الحبس إذا كانوا يستدعي الحبس، أو أخذهم إلى مكان التنفيذ مثلا لما يستدعي الأمر تسديد مبلغ مالي لأحد الأشخاص. طبعا شهدت تلك الفترة إقبال عدد محدود من المواطنين في طبعا الشرطة، انتساب للشرطة، وذلك بسبب ازدهار تجارة اللؤلؤ في ذلك الوقت واللي طبعا تميزت في البحرين. كانت هذه فقرتنا لتاريخ شرطة البحرين، هذا التاريخ الحافل من 100 عام مضى ولغاية اليوم، ووزارة الداخلية اليوم طبعا في تطور وتحديث لاستراتيجياتها ولعنصرها البشري. كل ذلك طبعا راح يترافق حلقة وراء حلقة في للحديث عن تاريخ شرطة البحرين.
اللي رفع راية وطن وعلاها تلمس السماء وعلاها تلمس السماء اللي رفع راية وطن وعلاها تلمس السماء وعلاها تلمس السماء حمد حضن شعبه بحب بقلوب شعبه له سكن حمد حضن شعبه بحب بقلوب شعبه له سكن حامل حمى وقايد حكيم حامل حمى وقايد حكيم شعب وفي وطن كريم هذه البحرين من عمر الزمان يحرسون الشعب في ليل ونهار الشعب إلى الشعب الأمين أم الشعب إلى الشعب الأمين يحرسون الشعب في ليل ونهار يحرسون الشعب في ليل ونهار أم من الشعب إلى الشعب الأمين أم الشعب إلى الشعب الأمين هم رجال المواقف هم رجال الأمن هم رجال الأمن دايم ساهرين سلام الله على حمل حما والدار سلام الله على شعب عشق دارا سلام الله على بلدي على أهلي على البحرين سلام الله على حمل حما والدار سلام الله على شعب عشق دارا سلام الله على بلدي على أهلي على البحرين سلام الله على رجال الأمن المخلصين سلام الله على رجال الأمن المخلصين سلام سلام الله على رجال الأمن المخلصين سلام الله على رجال الأمن المخلصين يا عشق الدنيا يا عشق الدنيا يا عشق الدنيا يا نربطها بتصريح سمو الشيخ ناصر انه بيكون في 2022 في كاس العالم ان شاء الله نقول حق كل الرياضيين محللين محللين مدربين خلكم على قلب واحد على يد واحد خارج المستطيل الاخضر كل يوم سبت السادسة مساء على بحرين اف ام في عالمنا المعاصر تكثر الموضوعات يزداد الحديث والجدل حول كل موضوع وفي بعض الأوقات نصل إلى نهاية الموضوع أحياناً كثيرة نتوه وتتقاذفنا الأمواج من غير أن نصل إلى حلول ناجعة أو أفكار واضحة ولكننا دائماً نحاول العودة إلى أول السطر أول السطر حتى تتضح الرؤية من أول السطر برنامج أسبوعي يأتيكم كل ثلاثاء في تمام الثامنة مساء على إذاعة البرنامج العام 102.3 FM الشرطة النسائية قصة نجاح قصة نجاح تقف الفتاة البحرينية في وزارة الداخلية عند بوابة النجاح عند بوابة النجاح ولكنها أبت إلا أن تعبر من خلالها لتكون جزء من منظومة الإبداع والتفوق والنماء وإثبات الذات بإبداعها في عملها المخلص وإحساسها العالي بالمسؤولية تجاه أمن وطنها الحبيب إنهم نساء من نوع خاص الشرطة النسائية إنهم نساء من نوع خاص الشرطة النسائية
في يومنا أثناء القيادة دائما أو في بعض الأحيان نلاحظ بعض التصرفات والسلوكيات الخاطئة. يعني أكيد النقيب جاسم شفت بعض السلوكيات، منهم من يعني يتجاوز السرعة، يتجاوز الإشارة الحمراء. نشوف أن بعض الأمهات أو الأباء مثلا يخلون عيالهم في حضنهم أثناء القيادة، وكلها سلوكيات أكيد تأثر بشكل أو بآخر، تؤدي إلى مخالفة، والمخالفة هذه قد تؤدي إلى مشكلة أكبر وهي وقوع الحادث المروري لا قدر الله. طبعا مثل ما قلت يعني شيخة، هذه السلوكيات الخاطئة تعد يعني خلنا نسميها احنا انها هي تفتقر للذوق والاخلاق. دائما كنا نسمع من ابهاتنا ونسمع من الكبار ان السياقة فن واخلاق وذوق. اذا انعدمت هذه الامور الثلاث فاحنا خلنا نعتبر ان شوارعنا راح تكون في حالة من الفوضى، في حالة من عدم الانسيابية، في حالة من يعني فوضى، والفوضى يعني ما في أحد أكيد راح يرضى فيها. ولكن رغم كل هذه السلوكيات ما نقدر نغفل الدور الكبير اللي تقوم فيه الإدارة العامة للمرور من جهود، من حملات توعوية لحل هذه المشكلة. والله الحمد يعني في البحرين احنا ما راح نقول وصلنا لظاهرة كبيرة. نعم. هذه المخالفات قد يرتكبها بعض السواق دون وعي منهم. صحيح. ولكن والله الحمد يعني وأكيد راح تبين لنا الإحصائيات هذا الموضوع أكثر وأكثر. اليوم خصصنا حلقتنا للحديث عن بعض السلوكيات المرورية الخاطئة وحول هذا الموضوع للتوسع فيه أكثر. يسعدنا أن ينضم لنا عبر خط الهاتف المباشر للبرنامج النقيب عبد الله خالد المعيلي، رئيس شعبة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور. مساك الله بالخير النقيب عبد الله. مساء عليك بالخير اختي الشيخة، مساء عليك وجوسم على الاخوان في الكنترول مروة وعبد الرحمن، ومساء على جميع المستمعين بالخير. مساك الله بالنور والسرور اخي عبد الله. مساء عليك نقيب عبد الله. يعني لو بنتكلم عن السلوكيات المرورية الخاطئة هي تتعدد وتتنوع في جميع المناطق وفي جميع الطرقات، لكن يعني في واحدة من السلوكيات الخاطئة اللي ممكن احنا نشوفها بشكل مستمر في روحتنا في الأسواق، في رجعتنا البيت، في أي مكان، اللي هي الوقوف الخاطئ. يعني الوقوف الخاطئ قد يشكل بالإضافة إلى أنه سلوك يعني غير حضاري وشكل غير حضاري وغير جميل أيضا في الشوارع، إلى أنه قد يسبب خطورة. لو بنتكلم عن هذه السلوك الخاطئ وشلون نقدر نضبطه؟ نعم، حاليا احنا عندنا مثل ما تفضلت اخوي جاسم، هالوقوف مخالفه الوقوف الخاطئ هي واحده من السلوكيات المروريه الخاطئه اللي يكون فيها مرتبين قائدين المركبات. وهذا النوع اللي مخالفه الوقوف منتشره سواء كان في الاحياء، في صوب المحلات التجاريه او في الاسواق. هذه عندنا اياها منتشره، وحاليا الاداره العامه للمرور تقوم بضبط هذا النوع من انواع المخالفات عن طريق الدوريات المرور الموجوده على شوارع مملكتنا، بالاضافه الى الكاميرات الذكيه الموجوده. هذه المخالفات اللي احنا قاعدين نشوفها وقوف الخاطئ، احنا قاعدين لما ننظرها لك من جهه، هاي وقوف لما نقوم واحد يوقف صفه ثانيه. نعم. يقوم يوقف يسكر له مدخل او مخرج. لما بتشوف فيها الواحد لما بيجي بتقول له ليش وقفت بهذه الطريقه، هو يقول لك انا موقف مثلا دقيقه واحده بس بروح محل بخلص شغلتي. صحيح. بس لا ايه، فاحنا لما تشوفها تكون تحس ان هو الشخص غير فكر في نفسه بس ما فكر في غيره. فهذا لما يوقف هو يسكر على شخص ولا يسكر مدخل او مخرج، فهو هاي الدقيقة تكون غالية أو كثيرة على الملتزم في الشارع، يبي يروح يوصل يخلص مشواره ونفسه. فهذا اللي نحن إحنا نوجه رسالة حل للسواق، لأن نظن أن هذه الدقيقة تقول مجرد دقيقة 60 ثانية أنا بروح وباي بخلص شغلتي، لا ترى هي كثيرة. يعني هذه الدقيقة تعني بكثير حق الملتزم، لأنه بيروح لأي ظرف ما، لأن الملتزم يكون عنده ظرف ما مستعيد، يبي يروح خلص هذا الظرف، يلقى هذه السيارة اللي واقفة غلط واقفة في طريقه. لو بنظر لك إياها من نظرة ثانية، لما يكون واحد واقف بطريقة خاطئة واقف صفة ثانية، مثل ما احنا نشوفهم ساعات إنه واحد يوقف صفة ثانية خطأ يضيق من الشارع، فيضطر مثلا في سيارات كبيرة تبدي تطوف ما تقدر تطوف. نعم. فيضطر إنه هو يبي يدز روحه شوي شوي، تلقى إنه يتعرض حق حادث بسيط مثل ما احنا نسميه خدش ولا شمخ. هذا الشمخ لما بيشوف الطرفين بيقول هو شمخ، ولا الواحد غلطان بيقول يلا اللهم شمخ. لا احنا نقول لا تحسبها هي كشمخ، هي لما تحسبها شنو بيصير من عقب الشمخ، لأنه بتاخذ من وقتك كثير.
بتاخذ الشخص نفسه، بتروح لإدارة عام المرور، بتباشر الحادث، من بعد الحادث بتروح التأمين، الطالب تصليح السيارة، من بعدها سيارتك بتوقف في الجراج. فهنا اليوم أنا أقول لك هذه هيها، فهي تمتد لأسبوعين بياخذ لك إشكد منها واحد. فهذه الشمس وهذه الدقيقة اللي إحنا قاعدين نقول مجرد دقيقة، شوش كثر منها حدث واحد. إحنا نقدر نمرياها، لا تكون تفكر فيها بس في الدقيقة لنفسك، كون ما هي هاي الدقيقة تكون غالية حق الملتزم في الشارع. نعم. بالإضافة عن النقيب عبد الله، أنا أتوقع أن الوقوف الخاطئ في بعض الأماكن قد يسبب انعدام للرؤية للسواق، يعني ممكن يعني زاوية الرؤية تنعدم لهم من خلالها يطوف أحد الأطفال أو يعبر الشارع، أو أن أنا ما أقدر أشوف والله التقاطع بسبب وقوف أحد الأشخاص في موقف خاطئ. بالضبط مثل ما فضلت خوي جاسم، صح انه وزعت عند الواحد لما يوقف في مكان في موقف يقول انا دقيقة باي، لما كي تطلع سيارة تبي يطلع من تقاطع يلقى ان هذه السيارة الواقفة وقوف خاطئ، تحجب له الرؤية عن ان الشارع شمس من سيارات، هل الشارع سالك لا انه يطلع من المسار ولا لا، فهذه قاعد يحجب له الرؤية. بالاضافة اذا كان في مشاية بيعبر الشارع ولا شيء، هذه السيارة تشكل حق السائق الثاني عائق انه هو ما يقدر يشوف المساحة في الشارع، هل إنه هو يقدر إنه يتحرك من مكانه ولا لا؟ صحيح. نقيب عبد الله، إذا بننتقل للسلوكيات الخاطئة على الطريق، يعني منها تجاوز السرعة المحددة للشارع، الدخول في المسارات بشكل خاطئ ومفاجئ، السير بشكل بطيء جدا في الشوارع المفتوحة أو على الهايوي، هذه السلوكيات أكيد تؤثر بشكل أو بآخر على سلامة السائق ومستخدم الطريق. ودنا نتكلم عن ذي المخالفات، وما هي العقوبة أو المخالفة التي تقع على عاتق كل من هذه السلوكيات؟ دار العام المرور على وزارة الأشغال هي لما تكون في اجتماع فيما بينهم عن العبن عن طريق اللجان، يقوم تحديد سرعة الشوارع بناء على وضع الشارع وضع كم تتقاطع في الشارع، فهذه يتم وضع سرعة الشارع بناء على دراسة قائمة بين الوزارتين، بين إدارة المرور مع وزارة الأشغال. فهذه لما يكون تحدد سرعة الشارع، نقول نشوف في تركيات خاطئة من بعض السواق يقوم يمشي زيادة على سرعة الشارع أو تباطئ في الشارع نفسه، فكل واحدة لها أشياء سلبية تحدث من وراءها. فزيادة السرعة أكيد أنه أنا بروح بصطدم في شيء، لكن يلتزم في سرعة الشارع فأنا قاعد أزيد من سرعتي وأتعرض لحادث مروري. بالإضافة اللي عندنا هو التباطئ في المسار، لما الشخص يكون سرعة على سبيل المثال سرعة الشارع 100 وأنا بروح بمشي سرعة الشارع 60 ولا 70، أكيد بعطل مصالح ناس وايد عندي وراء، ببطئ المسار. فهذا مثل ما يقول شارع سريع، وشخص ناس بيمشي أقل من سرعة الشارع راح يسبب إرباك في حركة المرور وتعطيل ويقلل من انسيابية حركة المرور في الشارع نفسه. بالإضافة لعندنا هو التغيير المفاجئ في المسار، لما إحنا نقول إذا شخص مثلا عندنا شارع وفي شخص لما يغير مساره من مسار الوسطى إلى اليسار أو أي كان، فإحنا نقول ما في صلة تواصل بين السواق والمركبتين، فلغة التواصل بين المركبتين على الطريق هي يكون لغة الإشارة، لغة اللي احنا نسميها السيجنال. لما هذا الشخص لما يقوم ما يستخدم هذه ويقوم بتغيير مسافة مسارة بشكل مفاجئ، فأكيد إن الشخص اللي جاي في مسارة صحيح وتفاجأ بسيارة جاته أكيد راح يتفاجأ بسيارة تسبب له ربكة، هل إن هو شلون يبي تفادى هذه السيارة يؤدي لوقوع حادث. وهذا الثلاث اللي احنا عندنا المخالفات اللي هي التباطؤ في المسار، تكون غراماتها عندنا الحبس لا تزيد عن 6 أشهر وغراماتها من 50 إلى 500 دينار، وتغيير المسار بشكل مفاجئ احنا تكون غراماتها من 20 إلى 100 دينار. والإضافة للسرعة، احنا السرعة تتصنف إلى مخالفتين، المخالفة الأولى اللي هي زيادة السرعة في الشارع بمقدار 30%، وعند اللي هي الثانية اللي هي تجاوز سرعة الشارع بما يزيد عن 30%. هاي حاب أوضحها عن طريق اللي هي شو الفرق فيما بينهم، لأن في الناس مو بعارفة اللي هي شو مفهومها بالضبط. فاحنا نقول على سبيل المثال إذا كانت سرعة الشارع 100 وأنا يتمشيت زيادة على سرعة الشارع، خلينا نقول من 101 هي قانونية تعتبر مخالفة، بس هل اللي مشي سرعة الشارع 110 نفس المخالف بسرعة 160؟ لكن إحنا هذا اللي هي اللي تفصل فيما بينهم.
فإذا سرعة الشارع 100 احنا نقول 30% عليها تكون 30، فمن 100 ل 130 تكون مخالفته بمقدار تجاوز سرعة الشارع بمقدار 30% تكون غرامتها من 50 ل 250 دينار. أما إذا تجاوزت ال 130 اللي هي مقدار 30% تكون مخالفته لا تكون من 100 دينار توصل ل 500 دينار. نعم واضح. نقيب عبد الله، لو بنتكلم عن يعني أهمية التركيز، يعني السائق إذا غاب عنه التركيز يغيب عنه كل شيء. اليوم الملاحظ أن يعني بعض السواق اللي يمارسون السلوكيات الخاطئة تركيزهم يضيع في يعني في مسكهم للهواتف، انشغالهم في أشياء ثانية، الهاتف بروحه يعني ممكن تقوم فيه بالتصوير، المحادثات، اتصال، يعني هذه كلها شتت انتباه وتركيز السائق، بالإضافة إلى تشكيل الخطورة في الطريق. لكن لو بنتكلم عنها من ناحية توعوية، في الإدارة العامة للمرور أكيد قمتوا ولا زلتوا تقومون بحملات توعوية في هذا الشأن، لو تكلمنا عنها. احنا ما بخصص لكن بالاخص هو الهاتف النقال، احنا انا بقولها عنها اي سائق لما يكون يقود مركبه لازم يكون تركيزا مثل ما نقول 100% على الطريق، لاي مفاجاه تطلع له من سلوكيات خاطئه من اشخاص ثانيه قد تسبب له ارباك في حركه المرور، وما بالك اذا الشخص نفسه كان منشغل بشيء غير الطريق، سواء كان هاتف نقال او يبي ياخذ شيء من الكرسي اللي وراه ولا يستخدم يبي يدور شيء في السياره، فهو مجرد ما يشتغل عن الطريق يكون هو عرض روحه للخطأ. على سبيل المثال في دراسة هي تقول لك لما الشخص قام يمشي سرعة الشارع 100 كيلومتر وهو مو بمخالف أو قاعد يمشي سرعة 100 كيلومتر، لما يشتغل عن الطريق لمدة 3 ثواني فهو في هذه 3 ثواني قاعد يقطع مسافة ملعب كرة قدم، يعني على سبيل المثال ملعبنا في الاستاد البحرين الوطني، فهو اذا يشغل 3 ثواني عن الطريق وهو قاعد يمشي سرعه الشارع 100 كيلومتر قاعد يقطع مسافه ملعب كره قدم، فهي ملعب كره قدم لو بحسبها في الطريق نفسه فهو ايش قد قطع في هذه 3 ثواني، هاي مسافه ملعب كره قدم شنو طلعت له من مفاجاه شنو يقدر يتفاداها، فهذا اللي هو خطوره الشخص لما يكون منشغل بشيء غير الطريق. فاحنا يعني نوجه الناس إن في حالة إنه لما يكون مركبة لابد منه يكون يركز على الطريق، ما يشتغل بأي شيء ثاني غير الطريق لسلامته وسلامة الركاب اللي معه وسلامة مستخدمين الطريق بشكل عام. بما أن احنا نتكلم عن هذا الموضوع، نقيب عبد الله، في يعني في وقت سابق تم الإعلان عن مسابقة توعوية تتعلق بهذا السلوك الخطير، تعطينا بعض التفاصيل عنها؟ الإدارة العامة للمرور بناء على مقبلين على الأسبوع المرور راح إن شاء الله ينطلق من تاريخ 5 مارس الشهر المقبل، فإدارة العامة للمرور من مبدأ الشراكة المجتمعية راح تشرك المجتمع أنه يشاركون معنا من خلال تقديم أعمال تخص الهواتف النقالة. فهذه المسابقة مقسمة على 4 أقسام، القسم الأول هو تقديم أي فيديو توعوي ودي فيديو ما يتجاوز الدقيقة والعمل يكون جديد، وراح تكون الجوائز للأول والثاني، والأول راح تكون إن شاء الله 1000 دينار والمركز الثاني راح تكون 600 دينار، وعندنا المسابقة الثانية بتكون أفضل تصميم بالجرافيك، فيكون العمل بعد أنه يكون عمل جديد ما نعرف في مسابقة من قبل، المركز الأول راح إن شاء الله حصل على 400 دينار والثاني على 200 دينار. بالإضافة لأن عندنا مسابقة رسم، رسامات الرسم راح تكون مقسمة على 3 فئات، الفئة الأولى بنحصر فيها الأعمار من 3 سنوات ل5 سنوات، والفئة الثانية راح بتكون من 6 سنوات ل11 سنة، والفئة الثالثة بتكون من 12 سنة ل18 سنة. هذه ركزنا فيها أن الطلاب بالمدارس أنه يشاركون في هذه المسابقة ويقدمون لنا رسمة مرورية، راح نختار منها 15 رسمة موزعة 5 رسمات من كل فئة. وآخر مسابقة راح تكون عندنا اللي هي أفضل شعار توعوي مكون من 4 كلمات، نختار أفضل شعار راح تكون جائزته 150 دينار.
هذه بتكون مسابقاتنا حق أسبوع المرور، مثل ما قلت لك راح نشرك المجتمع أن يشاركون معنا في أنهم يحطون بعض الحلول وبعض المسجات التوعوية مثل استخدام الهاتف على الطريق. فعلا يعني هذا نوع من أنواع الشراكة المجتمعية اللي تفضلتوا فيها، وأكيد راح تكون هناك مشاركات جميلة وإبداع من قبل الجمهور. إذا بنتكلم عن موضوع تجاوز خط الطوارئ، تجاوز المربع الأصفر عند التقاطعات، عند الإشارات الضوئية، يعني هذه المخالفة تكثر في أوقات الذروة في طبعا شوارعنا، كيف يتم التعامل مع المخالفين في هذا الجانب؟ تجاوز خط الطوارئ والمربع الأصفر هذه المخالفات راح نشاهدها بشكل متكرر في فترة معينة، فترة اللي هي ما نقول وقت الذروة. فوقت الذروة تكون في حركة مرور على شوارع مملكتنا، ففي أشخاص يقومون يتجاوزون خط الطوارئ أو دخولهم للمربع الأصفر، فهو خط الطوارئ قاعد يعرض روحه للمستخدمين الطريق الملتزم في الشارع للخطر. والإضافة للمربع الأصفر، لما الشخص ما يكون متقيد في المربع الأصفر راح يعطل مصالح أشخاص ثانية تحت لهم الإشارة بالضوء الأخضر ما يقدر لهم أن يطلعون فيها. فالإدارة العامة للمرور مستمرة في ضبط هذه السلوكيات الخاطئة من خلال دورياتنا، دوريات المرور المنتشرة على شوارع مملكتنا، بالإضافة إلى الإدارة العامة للمرور قاعد تستخدم كاميراتها الذكية والأمنية في ضبط هذا النوع من المخالفات. بالإضافة إن هذه المخالفات هي تعتبر من المخالفات لما يرتكبها الشخص راح ينحسب عليه 3 نقاط على كل مخالفة. نقيب عبد الله، يعني أحد أنواع المخالفات الموجودة واللي نلاحظها هي عملية التصوير والتجمهر في حال وجود حادث، يعني هذا الشيء راح يسبب ربكة، راح يسبب يعني خطورة على مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى أنه قد يسبب يعني خلينا نقول ازدحام قد يؤخر في عملية وصول الإسعافات إلى المحتاجين في هذا الحادث. ولازم مثل ما تفضلت قبل طالما يصير عندنا حوادث مرورية على الشارع، احنا نقدر نشوف الأشخاص إن لما يصير حادث يقومون يتجمهرون في مكان الحادث، ولا يوقف وقف سيارته بطريقة خاطئة، إن كانت أحد مثلاً يعرفه ولا شيء يوقف سيارته بطريقة خاطئة، فبناء على دي راح يترتب ازدحامات مرورية على نفس الشارع اللي صار فيه الحادث نفسه. فأول شيء راح يكون يصعب على الدوريات الأمنية إن هي تروح توصل لمكان الحادث عشان تفتح الطريق وتعيد انسيابية حركة المرور، وبناء على دي بعد السنة هو ازدحام الزحمة تخلف هذا الوقوف الخاطئ من جراء الناس اللي واقفة، يصعب على الإسعاف إن هو يوصل مكان الحادث اللي ينقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج. فهذا المصاب محتاج ما نقول كل دقيقة، محتاج كل ثانية يتأخر في الإسعاف إن هو يوصل. فهذا لأنه مصاب المفروض ينقل بأسرع وقت للمستشفى، فأكيد بيكون محتاج كل ثانية يتأخر فيها الإسعاف في مكان الحادث. بالإضافة لأن هو المتصورين مثل ما تفضلت، الناس لما تكون تصور المصابين في الحوادث ولا السيارات هذه تعتبر انتهاك لحرمة ضحايا الحوادث، فهي بتكون توصل هذه إن هو عدم مراعاة مشاعر العائلة اللي راح تأثر بشكل سلبي على نفوسهم داخلتهم، لأن هذا الشيء راح يتركز في بال أهل المصاب نفسه. نعم. وهذه يعاقب عليه في قانون العقوبات، كل شخص يرتكب هذه النوع من المخالفات يقوم بالتصوير يكون الحبس المدة لا تزيد عن 6 أشهر، غرامة لا تتجاوز 50 دينار، أو في هذه الحقوبتين إنه هو تكون تطبق على الشخص نفسه اللي يقوم بهذه النوع من أنواع المخالفات. نعم. في ختام لقائنا معك النقيب عبد الله خالد المعيلي، يعني بما أن احنا تحدثنا عن عدد من السلوكيات الخاطئة، يعني يا ريت تزودنا بإحصائية لعام 2019 المتعلقة بتجاوز السرعة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وأيضا المربع الأصفر. الحمد لله أول ما بنينا اللي هو في الكاميرات الذكية بديناها في نص 2016، بعد ما تذكرنا من فينا 2016 اللي هي تشتغل، في 2017 إحصائيتنا حق دي المخالفات كانت جدا عالية، نظرا إلى شوارع مملكتنا ما كانت في هذا الكم من الكاميرات موجودة في شوارعنا. فلو بنرجع الإحصائية من 2017 لليوم بنلاحظ أن
في فترة السابقة مخالفات كانت توصل فوق ال 100 ولا 200 ألف مخالفة من كل نوع من هذين. نعم. لكن وصلنا الحين في 2019 على سبيل المثال تجاوز إشارة الضوئية النور الأحمر كنا في 2017 215 ألف مخالفة. لما بتشوف بقارنها الحين مع 2019 وصلنا ل 92 ألف مخالفة. فمعدل إحنا وصلنا يعني أقل تقريبا نزلنا فيها 60% تقريبا. فالحمد لله يعني في الإحصائيات يعني نشوف أن إحنا في وعي من المستخدم الطريق. تجاوز السرعة عندنا بمقدار 30%. عندنا هي كأول مرة كانت 268 ألف مخالفة، الحين وصلنا 97 ألف مخالفة. عندنا تجاوز السرعة اللي هي تزيد عن 30%، كانت في السابق 102 الحين 102 ألف، الحين وصلنا 35 ألف. فكلها الحمد لله إحصائيات قاعدة إحنا مثل ما نقول تبشر بخير. في وعي من مستخدمي الطريق، كانت تقل عدد المخالفات بالنسبة عن السابق. وإن شاء الله هذه الإحصائيات تكون تنزل في السنوات القادمة بإذن الله. كل الشكر لك نقيب عبد الله خالد المعيلي، رئيس شعبة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، لتوضيح بعض السلوكيات المرورية الخاطئة اللي يقومون فيها مرتادي الطريق من سواق، وجهودكم طبعا تقومون فيها في الإدارة مشكورين، والعملية التوعوية مستمرة، ونأمل طبعا في انخفاض مثل هذه الإحصائيات مستقبلا. يعطيكم الف عافية وشكرا. كل الشكر لكم، وانتم مشكورين على استضافة البرنامج اللي تتيح لنا الفرصة حق المستخدمين الطريق وموضح لهم بعض السلوكيات الخاطئة اللي تحدث في شعور المملكة. شكرا لكم، شكرا لجهودكم. كل الشكر. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائنا المستمعين، وصلنا لفقرة الكل أتوقعي قاعدين ينتظرها، هي فقرة المسابقة الأسبوعية. فعلا يعني على 1-7-6-8-4-8-8-8 ننتظر مكالماتكم، وفعلا الكثير ينتظر هذه الفقرة. نتمنى من المشاركين هم استمعوا لحلقة اليوم اللي تحدث فيها النقيب عبد الله خالد المعيلي، رئيس شعبة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، على العديد من المخالفات المرورية اللي ممكن تؤثر على قائد المركبة وعلى الطريق. نستقبل مكالماتكم. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفيني باسمك؟ أمل محمد. أمل محمد. أختي أمل، سمعتي حلقتنا؟ نعم. طبعا النقيب عبد الله ذكر مجموعة من المخالفات المرورية، ممكن تعطيني ثلاث مخالفات؟ المخالفات؟ اي نعم. الوقوف الخاطئ. اي نعم. سرعة الشارع، تجاوز سرعة الشارع وتباطئ
نعم. تباطأ سرعة الشارع. نعم. والتجاوز المربع الوقوف في المربع الأصفر. نعم. طوارئ. تجاوز خط الطوارئ، الوقوف على المربع الأصفر. وأيضا تكلم التجمع أثناء الحوادث، التجمهر والتصوير في مواقع الحوادث. شكرا لك أختي أمل، فالج الفوز يا رب. مساء الخير. يا مرحبا أخوي، تعرف عليك؟ سيف عبد الله. ما أسمع أخوي صوت، إذا ممكن. سيف عبد الله. سيف عبد الله. فيصل عبد الله، ونعم فيك اخوي فيصل. سمعت ايوه اخوي فيصل، سمعت الحلقه اليوم؟ نعم. احنا اليوم تكلمنا عن السلوكيات المروريه الخاطئه، يعني واحده من السلوكيات المروريه الخاطئه اللي تكلمنا عنها هي الوقوف الخاطئ في بعض الاماكن وبعض يعني حتى المجمعات السكنيه والاسواق وممكن عند المسايد. ممكن تبين لي يعني الاثار السلبيه او الاخطار اللي ممكن تسببها هذه السلوك الخاطئ؟ بس حق ما هذه ما كانت طوابع اسراف الشارع تتعطل. اي نعم صحيح. بعد مثلا يسمونه خطوط مشاه يغطيها سواق في خطا. صحيح مشاه. صحيح. الله يعطيك العافية أخوي فيصل وفالك الفوز إن شاء الله. مع السلامة. نأخذ أيضا هذه المكالمة. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. يا هلا مرحبا فيك، تعرفيني باسمك؟ معك مع عبد الله حبيبتي. والنعم أختي مع عبد الله. ينعم بحالك أبوي. أختي مع عبد الله، تكلمنا عن اسمك إذا تعطينا بس. الله يعافيك، مع عبد الله أو اسم عبد الله؟ باسم نرجس عبد الله حبيبتي. نرجس عبد الله. نعم اختي نرجس، طبعا تكلم النقيب عبد الله عن مخالفه تجاوز 30% من سرعه الشارع. نعم. وحدد لنا المبلغ المخالفه هذه، ممكن تذكرين لي اياها؟ مبلغ المخالفه حق 30% من السرعه. اذا تجاوزتي 30% يعني سرعة الشارع 100 أنت زدتي عليها 30%. يعني مبلغ المخالفة مع عبد الله كم يوصل؟ من 100 دينار ل 500. شكرا لك يا أم عبد الله، يعطيك العافية، فالك الفوز يا رب. ومستمرين أعزائنا المستمعين في تلقي الاتصالات. مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء النور، مرحبا. يا مرحبا أخوي، تعرف عليك؟ أبو منى. أبو منى. أبو منى اسم من الله يسلمك؟ منى يونس محمد. منى يونس محمد. محمد. نعم. ونعم فيك يا أخوي أبو منى. أخوي يعني اليوم تكلمنا مثل ما شفت إن إحنا عن السلوكيات الخاطئة، السلوكيات الخاطئة اللي قد تسبب أخطار أيضا، بالإضافة إلى أنها هي شكل غير حضاري للمجتمع. يعني لو بنتكلم اليوم عن تجاوز السرعة المحددة للطريق. نعم. شنو الخطر اللي ممكن تسببه هذا الأمر؟ التجاوز الخاطئ يسبب عدم معرفة الشخص القوانين المرورية بشكل جيد. شنو الخطر اللي ممكن يسببه؟ الخطر أخطار كثيرة، يعني تسبب حوادث مرورية على الشارع، إرباك المستخدم الطريق. صحيح. شكرا لك يا ابو منى. شكرا. ايضا ناخذ هذا الاتصال. الو مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تعرفيني باسمك؟ تفضلي. منال ام محمد. منال ام محمد. اختي منال، طبعا تكلمنا عن موضوع او مخالفه التجمهر والتصوير في مواقع الحوادث. معاي اختي منال. اي نعم. اي معاك. شنو الخطورة المتسببة من وراء هذه المخالفة؟ لما الواحد يتجمهر في موقع الحادث ويصور الحادث نفسه. ارتباك لأهل الحادث. وش اسمه والجهات اللي حرمت المسوية الحادث. وش اسمه الازدحام في وصول الاسعافات، يعني ويأخر الاسعاف حق الحادث. شكرا لك اختي منال، يعطيك الف عافيه. نواصل تلقي الاتصالات اعزائنا المستمعين. مساء الخير.
مساء النور. يا مرحبا اخوي، نتعرف عليك. يوسف عبد الله معك. يوسف، ونعم فيك اخوي يوسف. اخوي يوسف، يعني اليوم النقيب عبد الله تكلم عن العديد من الأمور، من ضمنها يعني تكلمنا عن السلوكيات الخاطئة اللي تأثر على تركيز السائقين، من ضمنها يعني استخدام الهاتف، هذه أهم شيء. استخدام الهاتف، زين تكلم لنا عن استخدام الهاتف أخوي عبد الله. والله الناس ما تقول الحين، مو بس مشكلة، أغلب الحوادث ما تشوف استخدام الهاتف، يعني ما اللي يول التليفون ما يلاحظ، يعني ترى لا يضرك إنه 5 ثواني أو تقول لي بستخدم التليفون مثلا شيء بسيط هاي، بس لا انت فاكر، بس غمض عيونك انت 5 ثواني تشوف، ما تقدر يعني ما تقدر تتحمل، حالك حال اذا بتستخدم التليفون حالك حال انك بتغمض عيونك انت. صحيح فعلا. نعم، الله يعطيك العافيه اخوي يوسف، وفالك الفوز ان شاء الله. الله يبارك فيك. الو، مساء الخير. الو، مرحبا. مرحبا اختي. يا هلا، مرحبا فيش، تعرفيني باسمك؟ فايزة محمد. فايزة، أختي فايزة، سمعتي حلقتنا اليوم؟ إيه تابعتها. طبعا تكلمنا عن المخالفات المرورية أو بعض من المخالفات المرورية والسلوكيات الخاطئة الناجمة عن بعض السواق ومستخدمي الطريق، لكن حدثنا النقيب عبد الله المعيلي عن مسابقة جميلة راح تكون في أسبوع المرور. إيه نعم، هذه المسابقة شنو المطلوب فيها؟ هو كنا المسابقة إنه راح يشاركون العامة يعني الشعب فيها، وراح يكون عن طريق إنه يصممون كنا فيديو تصميم. نعم، فيديو تصميم فيديو توعوي عن الحوادث والمخالفات المرورية. إيه. وبعد كنا راح يشاركون المدارس. نعم، في مسابقة رسم راح تكون. صحيح. إيه نعم، إيه من 3 سنوات ورايح. إيه نعم، وراح يختارون منها وراح تكون هناك جوائز نقدية حقهم. شكرا لك اختي فايزة، يعطيك العفو حبيبتي. الله يعافيك. مستمرين أعزائنا، مساء الخير. نور، هلا وسهلا. يا هلا اخوي، تعرفنا عليك. ايه معك رائد منصور اخي. رائد منصور. ونعم فيك اخوي رائد. اخوي رائد، اليوم تكلمنا عن العديد من السلوكيات الخاطئة، اذا ممكن تذكرها لي. يعني سلوكيات كثيرة خاطئة، مثل السلوك يعني الوقوف الخاطئ، وتجاوز السرعة، وتجاوز الخطوط الصفراء طبعا، والتصوير بالكاميرات اثناء الحوادث، كلها امور او نقدر نقول عنها سلوكيات خاطئه، تعرض المره وتعرض صاحب هذه السلوكيات الى المخاطر. نعم، يعطيك العافيه اخوي رائد، وفالك الفوز ان شاء الله. الله يسلمك. على 1-7-6-8-4-8-8-8 نتلقى اتصالات المشاركين في مسابقتنا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
مملكة البحرين لؤلؤة الخليج العربي المملكة الحيوية لما يقارب المليون شخص هي قوة اقتصادية مع تاريخ عريق ومستقبل مشرق لكن القوة الاقتصادية في البحرين ما تعتمد بس على مواردها الطبيعية والعمل الشاق اللي يقوم فيه البحرينيين لكن تعتمد بعد على رجال من نوع خاص أمنوا لحماية المواطنين والمقيمين في منازلهم وأعمالهم ومستقبلهم هم الشرف والشجاعة والبطولة والتضحية هم رجال من نوع خاص رجال على خط النار رجال الدفاع المدني عمليات زين حادث سيارة من دهورة وفي إصابات أبوي. طوارئ. أخوي عندنا حريقة في البيت أخوي. طوارئ. بغيت لو سمحت تعرف لسمح. عندنا حادث سيارة. طوارئ. بيرد الطائر فيها من محرج. طوارئ. لو سمحت أبوي أنا تبعت علي حرارة سيارة وحين واقف في الشارع. طوارئ نعم. يا أخوي ظاهر داشين بيتنا وبايقينا يا أخوي. طوارئ. شخص الخفف سوا. طوارئ نعم. لو سمحت في حريقة جاني في البيت جنبي. طوارئ نعم. أخوي عندنا عامل طايح على راسه الطابق الأول. طوارئ نعم. طوارئ. عمليات. طوارئ نعم. الأمن خلال أسبوع. أعزائنا المستمعين عندنا من غرفة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور النقيب أحمد الأحمد مساك الله بالخير نقيب أحمد مساك الله بالنور أخوي نقيب جاسم مسي عليك ومسي على أخي شيخه وعلى الأخوات المستمعين لهذا البرنامج يا مرحبا ننوه للأخوة المستمعين أن هناك حادث على جسر الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه الحد والدوريات حاليا في الاتجاه لإخراج المركبات خارج الشارع نتمنى من الأخوة المستمعين لهذا البرنامج أن المرتدين لهذا الطريق سلك طريق بديل آخر عن هذا الجسر لتفادي الازدحام إن شاء الله ما في إصابات النقيب لا الحمد لله لا بس اللهم تلفيات بليغة عن السيارات ولكن لا توجد إصابات الحمد لله. أما خلال هذا الأسبوع ما وردنا من حوادث مرورية كانت هناك ثلاثة حوادث كانت إصابات بليغة وإن شاء الله نتمنى إجازة سعيدة للجميع وشكرا لكم شكرا الله يعطيك العافية أحمد الأحمد نعم من غرفة العمليات والمراقبة المرورية شكرا مشكور البحرين مملكة تنعم بالأمن والأمان في سماها وأرضها وبحرها رجال من نوع خاص رجال ما يهابون الأخطار رجال يوصلون الليل بالنهار لحفظ الأمن وهم دوم مستعدين يضحون ويقدمون الغالي والنفيس لحماية أجواء مملكتنا الحبيبة هم رجال جناح طيران الشرطة دشيت في درب المخدرات كل يوم اروح لابوك لازم كل يوم بوقع لين ثاني واروح ابوك على سبت شنو على سبت هالمخدر حبيت هاي الشيء يعني تميت ومشيت فيه من يحب حق روحه انه يعني يسجن هنا يقعد في السجن ويخليها لبرا عائلتك تستغيث بسببك انت أنقذ أطفالك من ضياع المخدرات طريق الهلاك هل تعتقد بأنه يستحيل عليك مكافحة الفساد؟ أعد التفكير هل تعلم العواقب السلبية للفساد عليك وعلى أسرتك؟ هل تريد أن تكون أحد الأشخاص المؤثرين إيجابياً بالمجتمع؟
هل تريد أن تضمن مستقبلا مشرقا لوطنك ولعائلتك وللأجيال القادمة؟ إذا كانت إجابتك بي نعم، فما عليك إذن إلى الاتصال بالخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد على 992، ونحن نضمن لك الحماية وسرية المعلومات. مساعدتك لنا في مكافحة الفساد عمل وطني، فلا تتردد. مع تحيات إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية. على 1-7-6-8-4-8-8-8 نتلقى اتصالاتكم. طبعا حلقتنا خصصناها عن السلوكيات المرورية الخاطئة، الإجراءات القانونية المقررة أو المتخذة تجاه هذه المخالفات. طبعا مثل ما نعرف أن الطموح أن يكون هناك في سائق مثالي، أن قدر الإمكان مثل ما عرفت مملكة البحرين بأن طبعا من مستخدمي الطريق يتمتعون بالذوق وبالأخلاق العالية أثناء القيادة. نتمنى هذا الشيء يعني يستمر ويكون مثل الشيء المتعارف عليه على سواق المملكة. أكيد تكلمنا عن العديد من المخالفات اللي ممكن الشخص يرتكبها عمدا أو بدون وعي، ولكنها بالتأكيد تأثر على حركة الطريق، على سلامة مرتادي الطريق. وراح أكيد ندردش معاكم على هذه المخالفات، فناخذ هذه المكالمة. ألو مساء الخير. أهلا. يا هلا مرحبا فيك، تعرفيني باسمك؟ فتحية. فتحية؟ اي نعم. والنعم أختي فتحية. الله ينعم حولك. أختي فتحية، كلمنا النقيب عبد الله المعيلي رئيس شعبة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور عن كثير من المخالفات. أنا ودي تقولين لي أنت هل تسوقين سيارة؟ اي نعم. هل يعني اكيد لاحظتي بعض المخالفات المروريه؟ شنو الاشياء اللي تزعجك يعني في الطريق؟ والله شيخ ساعات الحوادث للحوم تمون الناس الاخرون اللي بينقلون لهم اليسار. اي نعم. وبعض ساعات الحوم عفوا ما اسمع التليفون استخدام التليفون. اي نعم. وصارت في اماكن ذا بالبارك يسدون على الاوادم الوقوف الخاطئ. اي نعم. يعطيك العافيه اختي فتحيه وفالك الفوز يا رب. يعني تلاحظ نقيب جاسم أن خلال يومها العادي هي لاحظت كثير من المخالفات، من الوقوف الخاطئ، ممكن التجمهر عند الحوادث، وايضا ذكرت شيء بعد واحد نسيت الاتصالات والهواتف استخدام الهواتف. اي نعم. نقول مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا. هلا شلونكم؟ الله يسلمك. تعرف عليك؟ ام ليان. إيه؟ والنعم يا ام ليان. أم ليان، مثل ما تعرفين حلقتنا اليوم قاعدين نتكلم فيها عن السلوكيات الخاطئة، السلوكيات المرورية الخاطئة اللي يعني يقوم فيها بعض المرتادي الطريق. يعني هذه السلوكيات تتعدد وتتنوع، لكن لو بنتكلم عن يعني سلوكية اللي هي استخدام الخط الأصفر أو مسار الطوارئ، شنو السلبيات اللي تترتب على هذه السلوك؟ ارتباك السواق من يعني السائق اللي قدامهم، إذا تعدى الخط الأصفر ممكن يصير ارتباك بالبشير. أيضا تجاوز سرعة السيارة. نعم، لا خلينا في الخط الأصفر أم ريان. يعني مليان الخط الأصفر، يعني الأشخاص اللي يستخدمون الخط الأصفر يأثرون على شنو؟ يعني الخط الأصفر هو مسار مخصص لسيارة الطوارئ. يعني إذا تغيير المسار لما يتجاوز الخط الأصفر بغير المسار. إيه نعم. الله يعطيك العافية مليان، شكرا. نستقبل أيضا هذه المكالمة. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. يا هلا مرحبا فيك.
تعرفيني باسمك؟ طلع عبد الرحمن محمد. وصل؟ طلع عبد الرحمن محمد. غلا عبد الرحمن محمد. أختي غلا طبعا تحدثنا عن مسابقة راح تخصص في أسبوع المرور. إذا استمعتي للحلقة ممكن تذكرين لي شنو نوع المسابقة؟ طبعا قالوا إن هي في مسابقة حق اللي هي أجمل صورة اللي هي حق الأطفال من سن 15 ل18 وبيختارون اللي هي 5 صور لكل فئة. ثانيا اللي هو بيسوون فيديو حق توعية مرورية إنه ما يتجاوز الدقيقة وبيكون أفضل اللي هو الفائز الأول بيكون اللي هو يحصل على 1000 دينار والفائز الثاني يحصل على 600 دينار. شكرا لك يا غلا يعطيك ألف عافية. مع السلامة. نقول مساء الخير. مرحبا. هلا والله الشيخ. يا هلا أخوي نتعرف عليك. معك سلمان عبد النبي. سلمان. سلمان عبد النبي. سلمان نعم فيك أخوي سلمان. نعم بحالك أخوي سلمان. استمعت حلقة اليوم؟ أي نعم. اليوم نقيب عبد الله خالد المعيلي تكلم عن العديد من الأمور اللي متعلقة بالسلوكيات الخاطئة، لكن بالإضافة إلى ذلك تكلموا عن المبادرات والحملات اللي يقومون فيها والمسابقات كلها في سبيل توعية المشاركين وتوعية السواق في يعني للوصول إلى السلامة على الطريق. لكن في مبادرة يعني صار لها فترة ولا زالت قائمة، هذه المبادرة كانوا يقومون فيها الإدارة العامة للمرور، يعني أنا بيك تذكرها مع أن النقيب عبد الله ما ذكرها ما وصلنا لها، بس أنا بيك تذكرها لأن المبادرة كان لها صدى وصوت مهم. أبيك تذكر لي اسم ذي المبادرة وبكون شاكر لك. ما أدري يمكن اللي هو لما يكون الحادث مثلاً أو شيء بليغ يكون طريقة الوصول إليه يعني. لا لا في مبادرة. اسم المبادرة سلمان. اسم المبادرة في مبادرة أطلقوها الإخوان في الإدارة العامة للمرور، كانوا يوقفون السيارات الملتزمة ويشكرونهم. فكانت إيه الحملة التوعوية أو شيء كذي ما أعرف صراحة. إيه. أنت لما تشكر شخص شو تقول له؟ شكراً. شكراً. هم كانوا يقولون شكراً. كانوا يقولون شكراً للملتزمين. يعني أي شخص ملتزم كانوا يقولون له شكراً. وبالعكس كانوا يعني. كانت هناك جوائز. كانت هناك جوائز. جوائز قيمة أتذكر. أي نعم. يعطيك العافية يا أخي سلمان. الله يعافيك مشكورين. ألو مساء الخير. مساء النور. يا هلا مرحبا فيك. تعرفيني باسمك؟ رحاب محمود. رحاب محمود. رحاب سمعتي حلقتنا؟ اي نعم سمعتها. طيب طبعا تحديد سرعة الشارع يكون بين جهتين، من ومن؟ شلون يعني؟ يعني تحديد سرعة الشارع لما نحط هذه سرعة الشارع 100 من الأطراف المشتركة فيها أو المعنية بذي الموضوع؟ اللي يسوق نفسه والشخص الثاني اللي يمه. لا اختي رحاب، يعني من الجهه المسؤوله، جهة حكوميه مسؤوله عن تحديد سرعه الشارع. اوكي المرور. اي نعم المرور بالاضافه الى والاداره العامه للشرطه. لا هي اداره المرور ووزاره الداخليه. لا من اللي يسوي الشوارع البلديه. لا البلدية تنظف الشوارع ما تسوي الشوارع. شكرا لك يا رحاب. شكرا. يعطيك العافية. مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء النور يا هلا. يا مرحبا أخوي نتعرف عليك. معك علي محمد. علي محمد. ونعم فيك أخوي علي. الله ينعم بحالك أخوي علي. اليوم تكلمنا عن العديد من السلوكيات الخاطئة. أول شيء أخوي علي كم عمرك؟ عمري الله يسلمك 24. 24 طبعا يعني صار لك باع طويل وانت تمشي السيارة. اي نعم. انزين شلونك مع المخالفات والسلوكيات الخاطئة؟ قصدك انا هل مرت معي مخالفة ولا؟ يعني هل انت يعني من الناس اللي يرتكبون مخالفات؟ قول سرك يا مان. يعني قول سرك يا مان. لا الحمد لله انا ما صادتني الا مخالفة واحدة اللي هي الوقوف عند الدفع. ما دفعت بس خالفوني ورحت أدفع.
الله يعطيك العافية. زين الله أخوي علي، يعني دائما في يعني في طلعاتنا في روحاتنا الدوام ورجعتنا من الدوام نلاحظ أن هناك سلوكيات خاطئة يقومون فيها بعض السواق للأسف. لو تذكر لي يعني اثنين من هذه السلوكيات الخاطئة. والله سلوكيات طال عمرك وايد، بس اللي الشخصية اللي يعني ما ارتاح لها اللي هي عدم استخدام اشارات ضوئية للمركبة اللي احنا نسميه سيجنال. اي نعم. فيعني اللي قدامك مثلا يمشي ومرة واحدة يفاجئك انه ما يدخل عليك في المسار. اي نعم، يلف ويمين او يشار او يدخل عليك. نعم. تسبب حوادث وايد هالسلوكيات. بالاضافة الى استخدام الهاتف، الاكل خاصة اللي يطلع من الدوام، تجاوزات، بعضهم مستعجلين بيلحق على الغداء. نعم. الله يعطيك العافية أخوي علي. الله يعافيك. على 1-7-6-8-4-8-8-8 نتلقى اتصالاتكم وفالكم الفوز يا رب. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. مرحبتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. يعافيك. يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. يعافيك يسلمك يا يما. يما ايش رايك في اللي يسوون مخالفات؟ ويش مخالفات تعليميه 226 لبسيتين يوقفون على الرصيف في 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 ملتقى الشارع برب الظهرين، ما تقدر تلقى اللفات هذا الليل. هني يوقفون السياره فوق الرصيف ويحجزون عنك الرؤيه. اسمك بالخير يما، ما عرفت اسمك. مريم عبد الله يوسف الشيخ. ونعم. نعم الله ينعن عليك. فأنتي ما حق السواق، شو تقولين لهم اليوم؟ والله أقول لهم أنا قاعد ما ديون من 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 74 لسنة، بس الحمد لله ما عندي مخالفات ولا عندي شيء، أمشي على النظام على القانون والسياقة. عبارة عن الإنسان إذا ما يستسمى التزام وذي ما تفايده، وذي أرواح تروح فيه، هذا الواحد بيسوي أخطاء عبارة بيسبب حق الناس أذية. أكيد أكيد. يوقفون أو مثلا عندك مثلا شوفين زحمة يك خاصة بزوريا بيطلع روح ما تروح إلا ظهر في وجهك من غير ما خاصة هني عند الدور شوف زحمة زتة خالص عمره ويطلع. هاي كلها في البسيتين؟ نعم كلها في البسيتين؟ يعني في غير البسيتين كلها المحافظ عندنا إحنا بعد وايد في أشياء، بس البسيتين أكثر شيء مضايقنا إن هذي اللي واقفون على الرصيف ويسدون العبارة للرؤية. أي نعم. يبين الظهرين رؤية ما مشكلة، واقفون سوا خصوصا السيارات الكبار الأجياب يوقفونها فوق الرصيف ويحجزون عنك الرأي ما تشوفينها. يعطيك العافية يما فارس. أجلنا الله يسلمك. يسمونه يعني الخط الأقصر. أي نعم. في بعضهم يلبسون عليه خط الطوارئ يلبسون عليه كله غلط. صح. أي يصورون مثلا أشياء أو يتحكوا في التليفون أو يصوروا إذا شوفوا شيء كله غلط. إيه. فالك الفوز يا إما. يعطيك العافية. إن شاء الله حبيب تعطيك العافية. يسلمك عافيك. مع السلامة. حفظ الله. الله يسلمك. مساء الخير. يا هلا الشيخ. يا مرحبا اخوي، تعرف عليك؟ احمد خالد جلال. احمد خالد جلال. ونعم فيك اخوي احمد. نعم اخوي احمد. سمعت الحلقه اليوم اللي تكلمنا فيها عن السلوكيات المروريه الخاطئه؟ نعم شيخ. يعني اليوم مثل ما ذكرت إنه يعني وذكر نقيب عبد الله المعيلي إنه هناك العديد من السلوكيات الخاطئه، لكن لو بنتكلم عن تجاوز الخط الطوارئ اللي هو المسار الأصفر، شنو المربع الأصفر؟ اي نعم. لا مو بالمربع الأصفر موجود في التقاطعات، لكن المسار الأصفر الخط الأصفر. الخط الأصفر هو خط مخصص للطوارئ، شنو الآثار السلبية اللي ترتب عليه في حال استخدام المارة لهذا الخط؟ الله يسلمك. يعني ممكن يسبب حوادث، لأن خط طوارئ يمكن يعني في يعني الشرطة يعني يوقفون على الشارع على الهايوي، يمكن شو اسمه لأن ما تشوف هناك ذاك الصوب، فإذا تجاوز هناك يمكن يسبب حوادث هالأشياء. إيه نعم. بالإضافة إلى يعني مخالفة. الله يعطيك العافية يا أخوي أحمد، مشكور. أيضا نتلقى اتصالاتكم على 1-7-6-8-4-8-8-8. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخوي نقيب جاسم. يا مرحبا. مساء النور. يا مرحبا يا أهلا. من معنا الله يسلمك. علي جعفر. علي. علي جعفر. علي أخوي علي، استمعت لحلقة اليوم صحيح؟ نعم.
أنا ودي تقدم نصيحة للي ممكن يستمعون لك. أولا كم سنة صار لك تسوق؟ تقريبا الحين يعني 15 سنة. 15 سنة يعني نقدر نقول خبرة 15 سنة. طيب ممكن تقدم نصيحة للسواق المبتدئين اليوم بأنهم ما يخالفون وخطورة هذه المخالفة عليهم؟ نعم، بخصوص له النصيحة أنا أفضل وأتمنى من أخواني المستمعين أن أولا رقم واحد الهاتف. اي نعم، لان الهاتف هي سبب وايد حوادث عندنا هني، والالتزام في الشارع في الشوارع الرئيسيه. اي نعم. وفي نقطه ما ذكرها النقيب تفضل عبد الله خالد المحيلي اللي هي اصحاب الدراجات الناريه. اي نعم، هي اصحاب الدراجات الناريه يعني دائما يكونون شباب دائما، ما يعني الشارع عنده ما في أخلاق لأي أحد، ما في يعني سلوكياتهم مع ملك البعض. نعم زين، وتعرفي نتيجتها حوادثهم كلها حالة وفاة خطيرة. هاي الهاتف النقال والشوارع الرئيسية استخدام الإشارات. شكرا. اي نعم، طبعا بس للتوضيح اخوي علي، نقيب عبد الله تحدثنا عن بعض السلوكيات والمخالفات المرورية وليست كلها، انت ذكرت ايضا. يعطيك العافية، ناخذ اخر مكالمة. نقيب اخر جرسم. مكالمة اعزائي المستمعين، نقول مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا، تعرفين عليك؟ نور نبيل. نور نبيل. نور نبيل، نعم فيك اختي نور. أختي نور، يعني اليوم السلوكيات الخاطئة اللي تكلمنا عنها سلوكيات عديدة، من ضمنها تجاوز خط الأصفر، استخدام الهاتف النقال، تجاوز السرعة المحددة للشارع، لكن بعض السلوكيات من ضمنها لو بنتكلم عن الدخول في المربع الأصفر في التقاطعات، شو اللي ممكن يسببه من آثار سلبية على مستخدمي الطريق؟ تعطيل مصالح. نعم. وحوادث مرورية. حوادث مرورية وتعطيل المصالح. الله يعطيك العافية يا أختي نور. مشكورة على الاتصال. فاصل قصير أعزائي المستمعين، وراح نعلن عن أسماء الفائزين. وداع وتضحية بخصوص طبعا أسماء الفائزين. أمل محمد،
أم عبد الله نرجس عبد الله، يوسف عبد الله، فتحية، سلمان عبد النبي سلمان، ومريم عبد الله. راح نعيد الأسماء: أمل محمد، أم عبد الله نرجس عبد الله، يوسف عبد الله، فتحية، سلمان عبد النبي سلمان، ومريم عبد الله. طبعا نتمنى للمشاركين في كل أسبوع الفوز يا رب، ونتمنى أن احنا قدرنا نوصل مسج توعوي بأهمية طبعا الالتزام بالقيادة السليمة أثناء القيادة، وطبعا الالتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادة. تقبلوا تحياتنا، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. في أمان الله، مع السلامة. إلى اللقاء، مع السلامة.